أول ما التحاليل تطلع هنكلمك. المريض عندك كبد وبائي؟ مش عايزاكي تقلقي، انتي متطعمة ومعاكي الأدوية بتاعتي، إن شاء الله مفيش حاجة. بس غريبة، هو إزاي غزك بالغلط؟ هذا اسمه ورقم المدني. ساعات الواحد يصد عن شر الناس، بس شرهم يوصل لي مكانه، شرهم وصل لي دمي. ليش يوم طعني قال شوفه ما قدر يثبت وين مكان قلبي؟ بسم الله عليك يمه، بسم الله عليك يا بعد روحي، ليش تقول هالكلام؟ لو ذابحني أرحم يا يمه مني أني أنا أشوفك كذي. أنت زينة يمه. أنا زينة حبيبي الحمد لله، بس أنت أنا أبيك تهدى يا حبيبي، اهدى شوي. من وين لك هذا؟ إيه جات على التليفون بس. يمه 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 يمه، لو تشوفينها وتشوفين مكياجها والحمرة الحمرة والآيلاينر اللي شاخطته من هني لهني، ويوم جيتي مسحت هذا كله. خلصيني، من وين لك التليفون؟ أبوي شرى لي. وليش ما قلتي لي؟ أخاف ما ترضين. ويوم إنك تدرين إني أنا ما راح أرضى تسوين هالسوالف والخرابيط من وراي، ليش؟ بطلي التليفون، بطلي شنو الباسورد، خلصي. إيش فيكم وصاير؟ يما أماني ليش مو رايحة المدرسة؟ والله ما أدري يما، صبح قالت لي تعبانة بطني عورني، عطيتها حبة مسكن وقلت لها ارتاحي. إيش فيها؟ بعد؟ تكذبين على يدتك علشان هالخرابيط؟ خلصي، بطلي التليفون، بطلي. خلصيني بسرعة يلا. يا أستاذ أنت قلتي ما فيش حاجة بتتغير. الظاهر الأستاذة كان قصدها إن كل شيء بيتغير، بس إحنا اللي ما سمعناها عدل. راجعت لك. أنت ليش قاعد تشيش الموظفين علي؟ المفروض تهديهم. تصرفات الأخ اللي قاعد داخل هي اللي بشيشتهم وأنا. إذا على الأمور المادية أنا أتصرف. كان زين يرد على فلوسه، بس الحبيب يبينا نشتغل عنده صبيان، وهالشيء احنا ما نرضى. واذا هالشيء بيستمر يا اخلاص ترى ما لنا قاعده بهالمكتب. أهلاً أهلاً بالأستاذة إخلاص. مو معقولة أكون صاحب المكان ولا أخذ أحسن غرفة فيه، بس أنت ذراعي اليمين، شوفي لك أي مكتب وأنا أطلع اللي فيه على طول. المهم راحتك يا أستاذة. بالطريقة هذه راح أطلع كل الموظفين من هني. مي بغيرهم مش دعوة، المهم أنت تكونين موجودة. بعدين ليش جاي اليوم؟ شن ريحتي؟ شكلك سهرانة وايد البارحة.